سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء في القاهرة والإسكندرية. وجه سيادة الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في القاهرة والإسكندرية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصة أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لا سيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، كذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي في تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني المتكامل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد. وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع. طبعا ما في شك أن العمران هو جزء مهم جدا من هوية المدن، وإحنا عاملين استراتيجية للحفاظ على شكل القاهرة التاريخية وكذلك الإسكندرية زي ما تابعنا من خلال هذا التقرير. احنا عندنا القاهرة الخديوية طبعا اللي بتبدأ من رمسيس، التحرير، عابدين، عندنا القاهرة الفاطمية، عندنا الإسكندرية، عندنا حاجات كتيرة قوي احنا مهتمين بيها ان احنا نحافظ على هوية هذه المدن. واعتقد ان احنا واخدين بالنا خلال الفترة اللي فاتت شكل ميدان التحرير بقى عامل ازاي. حاولنا قدر الإمكان احنا نرجع هذه البنايات وهذه العماير مرة تانية الى شكلها اللي كانت موجودة عليه قبل كده بنظام إضاءة معين بألوان موحدة، والموضوع مش مقتصر على ميدان التحرير فقط، لا احنا بدأنا نروح شغالين دلوقتي في طلعت حرب، في مصطفى محمود، شغالين بنلف عشان نشوف كل الميادين في باب اللوق، كل الميادين، كل الشوارع اللي فيها مباني بالفعل ذات طابع عمراني مميز ان احنا نرجعها مرة تانية لوضعها الطبيعي. احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا مباني كانت مباني أثرية مستغلة خلال الفترة اللي فاتت، كنا بنستغلها في ايه او بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في ان هي مباني تابعة للوزارات، لمصالح حكومية، لمدارس، لمستشفيات، كل الكلام ده بنحاول واحدة واحدة ان احنا نرجعه مرة تانية ونحافظ على شكله الحضاري. واحنا عارفين طبعا الجهود اللي بيقوم بيها صندوق مصر السيادي في استغلال اصول الدولة غير المستغلة، وشفنا الكلام ده واضح في ميدان التحرير. اما بالنسبة لبعض، احنا بنتكلم دلوقتي على الاثار واللي بيقوم بيه تطويره وترميمه طبعا وزارة الاثار. نيجي بقى للجزء الثاني، المباني ذات الطابع العمراني المميز في الجمهورية كلها في حوالي 600 او 6700، القاهرة فقط فيها 770 مبنى ذات طابع عمراني مميز، بنشتغل خلال الفترة اللي فاتت ان احنا نرجعه مرة تانية الى شكله الطبيعي عشان نحافظ على هوية القاهرة التاريخية. احنا شفنا المبادرة دي مش موجودة فقط في القاهرة شاذلي، الفترة اللي فاتت كانت المبادرة يعني بتتنفذ بالفعل في الإسكندرية بالذات في العمارات اللي موجودة على الكورنيش من بره، وشفنا مع بعض ازاي تم دهان وجهات العمارات اللي موجودة على الكورنيش كلها باللون الأبيض بحيث انه يحصل توحيد لشكلها او للونها، وده فرق كتير
جدا في شكل بالتزامن مع أعمال التوسعة والتطوير اللي شفناها مع بعض في الكورنيش. يعني الموضوع فقط مش داخل القاهرة، وإن كان طبعا إحنا شايفين جهود كبيرة بتحصل في القاهرة. خلينا نروح لخبر آخر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس تيودور أوبيانغ رئيس غينيا الاستوائية. أكد سيادة الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخلال الاتصال تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة وتعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية. امبارح كمان كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه، واللي من ابرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه اجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البتروليه، كمان متابعه جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثماريه بالقطاعات المختلفه، واخبار اخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية، وخلال الاجتماع تم استعراض التحديات اللي بيواجهها القطاع في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والجهود المبذولة من قطاع البترول لمواجهتها. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم، وتقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة اللي بيعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة اللي جاية. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع تابع فيه موقف تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير محور 26 يوليو، وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات الخدمية والتنموية اللي بتنفذها الدولة بتستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وحل مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل تنقلات المواطنين وحركة النقل والبضائع. امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بخصوص تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لثلاث أيام أو تخفيض الأجور بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. المركز قال إن دي كلها شائعات ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وإنه أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة زي ما هي ومفيش فيها أي تغيير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك بأن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا نظمت عرض تقديمي ليوم جمهورية مصر العربية بحضور وزراء النقل والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر. والعرض بيأتي في إطار خطة الأنشطة التعليمية والثقافية للأكاديمية بمشاركة الدارسين المصريين والوافدين لتوثيق الروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. لسه كنت بتكلم مع حضراتكم عن استغلال أصول الدولة غير المستغلة، وده دور صندوق مصر السيادي. شيء يذكر طبعا برضو مبنى الجامعة الأمريكية اللي موجود في ميدان التحرير بعد أن تم إخلاؤه يتم استغلاله الاستغلال الأمثل، وكل هذه المباني بالمناسبة بتكون مسجلة، يعني زي ما بنسجل في قائمة التراث العالمي، لا بنسجل ده كمان عندنا عشان نعرف عدد المباني قد إيه، بيرجع تاريخها لإيه عشان نقدر نتعامل معاه. صندوق مصر السيادي الحقيقة منذ أن تم إنشاؤه في 2018 ودوره هو استغلال أصول الدولة غير المستغلة والترويج للفرص الاستثمارية، لأن دي هذه الأصول يجب استغلالها الاستغلال الأمثل حفاظا طبعا على حقوق الأجيال القادمة. الجميل في الموضوع أن صندوق بيراعي مجموعة من الأبعاد، أهم هذه الأبعاد أن يكون هذا الاستثمار هو استثمار مستدام، وده بيتطلب من الصندوق أن يقوم بمجموعة من الـ يعني الإجراءات للتوسع في الاستثمارات بحيث أنه يكون في تنوع في الاستثمارات الموجودة في أي مكان. على سبيل المثال مبنى ميدان التحرير يكون فيه تنوع في الاستثمارات الموجودة في التحالفات في الشركات اللي جاية تستثمر فيه عشان نضمن استدامة هذه الاستثمارات. بالنسبة طبعا لجولة المحافظات، فاحنا معانا مجموعة كبيرة من الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات. حقيقي شاذلي معانا مجموعة من الأحداث المهمة، أبرزها توفير 87 مشروع تنموي للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر، وتنظيم 6 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة في المنيا، وانطلاق مسابقة المبتكر الصغير في مدارس الأليوبية، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، منها توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجاً. وأوضح المحافظ أنه بيتم العمل على رصف حوالي 253 شارع بمنطقة محسن الكبرى، ونسبة التنفيذ وصلت ل 98%. في الوادي الجديد افتتح المحافظ اللواء دكتور محمد الزملوط مجزر باريس المطور بمركز باريس بتكلفة 6.7 مليون جنيه. المجزر بيضم نظام ذبح آلي بطاقة إنتاجية 30 رأس ماشية في الساعة، وصالة ذبح مجهزة، ومعدات سلخ، وأوناش رافعة، وغرفة تحكم مراقبة بالكاميرات. في أسوان كرمت إذاعة جنوب الصعيد إحدى الإذاعات الإقليمية التابعة للإذاعة المصرية 68 متسابق من حفظة القرآن الكريم بمختلف الأعمار داخل محافظة أسوان. في الأليوبية تم إطلاق فعاليات مسابقة المبتكر الصغير لطلاب المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي، إعدادي وثانوي. المسابقة بتهدف لاكتشاف المواهب العلمية وتنمية قدراتهم وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار. في الأقصر وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة 87 مشروع تنموي للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وده بقيمة إجمالية بلغت 1,740,000 جنيه. في سوهاج أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة حصول اللاعبة مصرية إمام فهمي لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية لأبطال المناطق للجودو تحت 16 سنة ووزن 52 كيلو، واللي أقيمت باستاد القاهرة الدولي. في جامعة بني سويف كرم مجلس الجامعة 21 باحث من أعضاء هيئة التدريس واللي تم إدراجهم ضمن أفضل علماء العالم، وده طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2021. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة إن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة على مدار شهر أكتوبر اللي فات، وتم توقيع الكشف الطبي على 10,183 حالة في تخصصات مختلفة.